بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا الليلة عن انطلاق مواسم التعليم الأصيل أو التعليم العتيق ببلادنا. كما هو متداول ومتعارف بين أهل القرآن أنه بعد رمضان وحلول شهر شوال تنطلق في مغربنا العزيز الكثير من مواسم الاحتفال بتخرج طلبة القرآن العظيم الذين استكملوا حفظه وأتقنوا علومه. واشتهر المغرب دون غيره من البلاد الإسلامية على أنه بلاد القرآن بامتياز، فعدة مناطق في بلادنا تمتاز بمدارس عتيقة وبمدارس للتعليم الأصيل وبمدارس خاصة بالكتاتيب القرآنية حفظا وإتقانا وفهما. وكما تعلمون جميعا فإن الحزب الراتب لا يتلى في أي بلد من بلدان العالم سوى في المغرب. المغرب عنده الحزب الراتب يقرأ مرتين في اليوم بعد الفجر وبعد المغرب. وعدد المساجد المتواجدة بالمغرب تزيد عن 55,000 مسجد، وكلها عندها الحزب الراتب، مسألة طبيعية ومسألة متفق عليها. فالفقهاء والحفظة يتلون كتاب الله تعالى، وهذا يدخل في إطار السياسة وتدبير الشأن الديني والحفاظ على الأمن الروحي، لأنه كما ذكر العلماء الأجلاء أن تلاوة القرآن في أي منطقة هي مدعاة لجلب الأمن والأمان وجلب الخير والبركة وجلب الرحمة. ولهذا نجد المغرب دائما يسمى الاستثناء، البلد الاستثناء، الاستثناء المغربي. ولعل أبرز ما يميز الاستثناء المغربي هو أنه يمتاز بالعناية بالتعليم الأصيل أو التعليم العتيق والكتاتيب القرآنية التي دورها هو العناية بالقرآن وعلومه وما جاوره من علوم الشريعة. هذه الأيام تنطلق مواسم كثيرة في مناطق مختلفة من مغربنا العزيز، خصوصا المنطقة الجنوبية، منطقة سوس العالمة المعروفة باهتمامها بالكتاتيب القرآنية والتعليم الأصيل والتعليم العتيق، وفيها الكثير من الفقهاء والحفظة، ويقع عليها إقبال كبير. لعلكم تابعتم في رمضان خصوصا في الليلة المباركة ليلة القدر التي ترأس الاحتفال بها أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه، وقدم مجموعة من الهدايا لكل المتميزين، ومن بينهم قدم هدايا كبيرة وسخية للكتاتيب القرآنية ولمدارس التعليم العتيق في الجبال وفي القرى. ونحن نريد أيها الأحباب الكرام أن نعطي لمحة عن هذا التعليم. كما تعلمون جميعا لما نزل القرآن الكريم بغار حراء، من كان يظن بأن هذا القرآن الجليل سوف يبلغ مشارق الأرض ومغاربها؟ من كان يظن؟ المشركون العرب لم يكونوا يتوقعون بأنه من غار حراء الذي هو عبارة عن حفرة صغيرة لا تتجاوز المتر والنصف، ومع ذلك خرج من هذا النور وهذه الهداية. وقد أخبر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام والناس مستضعفين لم يتبعه إلا العبيد والإماء، وقال: ليبلغن هذا الأمر مشارق الأرض ومغاربها، لا يترك بيت وبر ولا بيت مضر إلا أدخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. لما قال هذا الكلام ومفاده أن هذا القرآن سوف ينتشر في الآفاق، يصل إلى مشارق الأرض ومغاربها، يعني القارات الخمس كلها سوف
يصل إليها وسوف يكون عزيزا لا يترك بيت مضر ولا وبر، يعني لا البادية ولا المدينة، الكل سوف يستفيد من نور وهداية القرآن العظيم. كان المشركون العرب يسمعون هذا الكلام ويسخرون ويستهزئون ويقولون محمد مجنون، إنه يظن أكثر من حجمه. ولكن ما نراه الآن فعلا أن كتاب الله تعالى انتشر في مشارق الأرض وفي مغاربها، وفي مغربنا العزيز ولله الحمد والمنة صار الاهتمام الكثير بهذا القرآن. لاحظنا بأن التعليم الأصيل منذ زمان في التاريخ، لما بدأت الدولة الإسلامية في المدينة المنورة صارت هناك كتاتيب لحفظ القرآن للأطفال، لأنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بدأت حملة لحفظ كتاب الله. قبل وفاة النبي الكريم كان هناك عدة مناوشات، ثم ظهر بعده من يسمى المسيلمة الكذاب، ومسيلمة الكذاب كان يهدف إلى قتل أهل القرآن، فأقام حروب كثيرة وكان يستهدف أهل القرآن، وقد قتل المئات من الحفظة. من أجل ذلك جمع القرآن في عهد سيدنا أبي بكر الصديق، ثم تمت العناية به في عهد سيدنا عمر، ثم أسست المدارس والكتاتيب القرآنية لتعليم النشأ لحفظ كتاب الله. بقي هذا الاهتمام في البلاد الإسلامية كلها، لكن في المغرب حظي باهتمام كبير. فمنذ تأسيس الدولة المغربية مع المولى الإدريس الأكبر، أول ما قام به هو أنه أقام كتاتيب للأطفال الصغار، ثم مدارس للتعليم العتيق، ثم جامعات للتعليم الأصيل. وتعلمون بأن أول جامعة أسست في العالم بأسره هي جامعة القرويين، فكان الناس يقرؤون فيها كل العلوم، جميع العلوم، علوم الدنيا وعلوم الدين، لم يكونوا يفرقون في البدء بين علوم الدنيا وعلوم الدين. كل العلوم هي دورها القيام بأمانة الاستخلاف، ثم العمل على إعمار الأرض، هذا هو الدور ديال العلوم. أولا القيام بأمانة الاستخلاف، لأن الله تعالى قال إني جاعل في الأرض خليفة يقوم بشريعته. ثم إعمار الأرض، أننا نقوم بالبناء والتعمير والتشييد في القطاع الفلاحي والصناعي والاقتصادي وغير ذلك. هكذا الناس كانوا في الأول ينظرون إلى العلوم، ما هناك فرق بين علم ديني وعلم دنيوي، كل العلوم نافعة وكلها فيها أجر وثواب. ثم على مر التاريخ لاحظنا بأن السلاطين والحكام الذين مروا على المغرب بدءا بالمرابطين، ثم الموحدين، ثم المرينيين، ثم السعديين، ثم الوطاسيين إلى العلويين، ما الذي وقع؟ كل فترة تاريخية من الحكام والسلاطين المغاربة كانوا يعطون الأولوية للقرآن العظيم وللكتاتيب القرآنية، فكان تنظيم شؤون الدولة أولى الأولويات قبل أن نهتم بقطاع التعليم والصحة والشغل والقضاء والجيش وغير. يبدأون أولا بالتعليم، والتعليم يكون في الجانب الديني، لأن السلطان إنما هو حافظ لشريعة الله وحافظ لدين الله. فكان السلاطين المغاربة عبر التاريخ دوما يتنافسون، وكانوا يجتهدون في الاهتمام ببناء المساجد وملحقاتها هي كتاتيب قرآنية، وفي كل إقليم هناك مدارس للتعليم العتيق ثم للتعليم الأصيل، وكان هناك تكوين مستمر للأئمة وللفقهاء وللمرشدين وللصلحاء، لأن تدبير شأن الدولة يتم بالقيم الدينية الرفيعة، قيم المحبة، قيم السلام، قيم التعاون، قيم التضامن، قيم البناء، قيم التعمير، كل هذه قيم والدولة محتاجة إليها. فكان الناس لما ينتظمون حول مائدة القرآن العظيم يشعرون بروح المواطنة ويشعرون بروح الانتماء، ولا يبقى في هناك لا عدوان ولا عنف ولا جريمة ولا صراع قبلي ولا أي من ذلك.
فلأن القرآن الكريم فيه كل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، حتى إن الناس لا يصلون إلى المحاكم، كان القضاة شبه مرتاحين، لأن المشكل إذا وقع يذهبون إلى الفقيه ويقول ما حكم الله في هذا، فيقول حكم الله وينفض النزاع. إذا كان نزاع ما بين زوج وزوجة مثلا، عوض أن يذهب إلى المحاكم ويخضع للمساطر، يكفيهم أن يذهبوا إلى الفقيه في المدرسة القرآنية ويسألون ما حكم الله تعالى في هذه المسألة، النزاع بيننا، فيقول حكم الله كذا وكذا، يأخذونه عن طواعية وينصرفوا. وإذا وقع نزاع بين تجار، إلا أن تكون تجارة عن تديرون عن تراض منكم، فإذا لم يقع هناك اتفاق يذهبون الفقيه ما حكم الشريعة في تدبير الأموال، يقول حكم الله كذا وكذا وكذا، فالناس يأخذون حكم الله. كان هذه التقوى، التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل، واستمر ذلك في التاريخ. وبقيت المدارس الخاصة بالتعليم الديني قوية، أول ما تقوم به هو الحفاظ على العقيدة، لأن العقيدة شيء مهم. العقيدة ليست مسألة هامشية على الحياة، العقيدة جوهر الحياة، لأن الإنسان قد تعلمه كل العلوم وتؤدب أحسن تأديب وليس عنده عقيدة، هذا إنسان فاشل، هذا ضاع هو وضاع فيه المجتمع وضيع دينه وآخرته. تصور طبيب لا عقيدة له، أو مهندس لا عقيدة له، أو جندي لا عقيدة له، يعني لا شيء. العقيدة هي الصلب، هي تجيبك عن من أنت، من ربك، لماذا خلقت، ما واجبك في الحياة، ما مصيرك بعد الموت، ما هي مقتضيات الأحكام تقوم بها، أمر ضروري. ثم بعد ذلك هذه المدارس حافظت على اللغة العربية، اللغة العربية ظلت تحارب منذ زمان، الحركة الشعوبية وحركات الميز العنصري كثيرة جدا عبر التاريخ للقضاء وتهميش اللغة العربية، ولكن ببركة التعليم الأصيل والتعليم العتيق الحمد لله بقيت اللغة العربية، بقيت راسخة وبقيت منتشرة وحاضرة إلى قيام الساعة. العربية متصلة بالقرآن الكريم، كل اللغات ممكن أن يقع لها تطور أو يقع لها ضعف أو اندحار وتذهب إلى عزكم الله ما يسمى بمزبلة التاريخ، هناك لغات وثقافات وحضارات كلها ذهبت، إلا اللغة العربية والثقافة الإسلامية لا يمكن أن تنمحي. أي نعم قد تضعف، قد يطالها الهوان، لكنها سرعان ما تقوم من جديد، لأنها مرتبطة بالقرآن الكريم. ثم بالإضافة إلى تعليم اللغة العربية وتعليم العقيدة، كانت هذه المدارس تبث الروح الدينية الجهادية، فإذا ما وقع عدوان على أي بلد مسلم فمن هذه المدارس تخرج تلك الروح الدينية الجهادية المتوتبة التي تدافع عن مكتسباتنا وتدافع عن أوطاننا وتدافع عن بلادنا. فمعظم المجاهدين الأقوياء الذين كانوا يدافعون عن حوزة الوطن يخرجون من المدارس العتيقة، والخطباء الذين يصعدون المنابر ويؤدون خطبة الجمعة كانت ملتهبة، كانت التي هي التي تدافع عن حوزة الوطن. فكان الناس يشعرون بأن هذه الكتاتيب وهذه المدارس العتيقة والتعليم الأصيل هو صمام أمان للبلد، وبقي قويا إلى أن جاءت أيام الضعف. أيام الضعف هو ما سماه المفكر الجزائري مالك ابن نبي، تكلم عن الرجل المريض والقابلية للاستعمار، ظروف متشابكة سياسية تاريخية اقتصادية أمنية ساهمت في إضعاف الأمة العربية والأمة الإسلامية، وبدأت هذه المدارس تخبو إلى أن جاء المستعمر. لما جاءت الحركة الاستعمارية في الوطن العربي بعد سقوط الدولة العثمانية أو الخلافة الإسلامية في عهد العثمانيين وتفرقت الأمة العربية إلى دويلات، كان مخطط كبير قام به الاستعمار وهو القضاء على المدارس العتيقة. بدأ أولا بالتهميش ولم ينحو نحو القضاء عليها مباشرة، كان يتدرج، بدأ بالتهميش، يعني أن المدارس العتيقة لابد أننا نقلص الدعم المالي لها
لأن تعيش لكي تزدهر لابد من الدعم المالي لكي يأكلوا ويشربوا وتكون لهم أجرة محترمة. فصار هناك التهميش عن طريق قطع التمويل لتموت تدريجيا وتضعف تدريجيا، ثم صار يحاك حولها عدة مكائد لتضعف هذه المدارس العتيقة وتبقى في الهامش. ومن ثم حتى العلماء كانوا يرفضون التشجيع على الاجتهاد، كانوا يوصون بالتقليد وكانوا يثيرون النعرات. المستعمر دوما يثير النعرات ما بين الطوائف، كان يسخر بعض أقلامه أو بعض المكتسبين يتكسبون من الدين فيثيرون النعرات والجدالات الفارغة، وغايته هو إضعاف هذه المدارس. فعلا ضعفت هذه المدارس، وسمعنا في عهود الانحطاط فتاوى تدل على 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 قلة العلم. مثلا لما وصل الإنسان إلى القمر، عوض أن يتحدث العلماء عن غزو الفضاء وكيف أن الله تعالى أقسم بذلك لما قال فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، وهذا فيه دعوة لدراسة النجوم وغزو الفضاء، لم يكن العلماء يتحدثون عن هذه المواضيع المرتبطة بالحياة والتقدم العلمي والتكنولوجي. تجد مثلا فتاوى يقول فقيه هل يجوز التيمم بحجر القمر، هل يجوز التيمم بحجر القمر، وتقام فتاوى ويقام جدال ويقام نقاش طويل وعريض ويأتون بالأحاديث والآيات والاستدلالات، يعني هذا بعيد كل البعد عن المقاصد العليا للشريعة. مثلا تسمع أحدهم يقول هل يجوز للمرأة أن تنام بجانب الحائط لأن الحائط ذكر وهي أنثى ولا ينبغي للذكر أن يقترب من الأنثى، أو يقول قائل إذا اجتمع شخصان في الرضاع من تدهيشات، شخصان اجتمع في تدهيشات رضع منها، هل صار أخوين في الرضاعة ولا يجوز لهما أن يتزوجا؟ هذا كلام غير منطقي، لأن الرضاع ليس في الشات وإنما في الآدمية، في المرأة الآدمية وليس الشات. فكان التشجيع هذه الفتاوى التي هي مضحكة ومسلية ولكنها تعمل على إقصاء المدارس العتيقة من واقع الحياة. وتم تشجيع التعليم العصري. التعليم العصري أول ما بدأ به هو أننا نهتم باللغة الفرنسية، لغة المستعمر، لغة موليير، ثم ما تحمل هذه اللغة من قيم الإخاء وقيم المساواة والعدالة، ولكنها دوما تبقى مجرد شعارات. أما على صعيد الواقع فصعب جدا أن تحقق العدالة الاجتماعية الحقيقية وتحقق المساواة بين كل الناس والمحبة الصادقة، لأن الواقع يكذب، تقع الحروب، يقع الإقصاء، ويقع نهب خيرات البلاد. ثم تم تشجيع التعليم العصري، وتم منع التعليم الذي هو تقليدي، ووضعوا تعليم الفلسفة ومشتقات علوم الفلسفة كثيرة ومتعددة. العلوم العقلية تجادل في الله، تجادل حتى الفلسفة هي بريئة، فلسفة هي تعلمك كيف تفكر وتحلل، لكن المواضيع المطروحة في الفكر الفلسفي تتحدث عن الدين كظاهرة ليس كعقيدة، كظاهرة، ظاهرة التدين، أو يتحدثون عن نفي الإله، لا إله والحياة مادة والدين أفيون الشعوب، يتحدثون عن تسلط أهل الأديان على خيرات الأوطان، وغير ذلك. العلاقة المشبوهة ما بين الأنظمة الحاكمة والعلماء، كل هذه الأمور يتم إثارتها من أجل إقصاء الدين. ثم تم تشجيع العلوم الحقة كالفيزياء والرياضيات والطب والهندسة، أي نعم هذه مطلوبة جدا. ختامه ما الذي وقع؟ تم إقصاء العلوم الدينية والعلوم الشرعية، وبقيت فقط الناس يبعثون بأبنائهم للمدارس العصرية لأنها متفتحة ولأن تتكلم بلغة العصر ولأنها سوف تساهم في التنمية، ولكن الهدف الأسمى هو إقصاء علوم الشريعة وعلوم العقيدة وإقصاء أو إضعاف اللغة العربية. لقد وصل المستعمر فعلا إلى هدفه، وصار العلماء والفقهاء
يبدون أنهم يلعبون في هامش الحياة، غير فاعلين داخل المجتمع. هنا سوف يتنبه الكثير من رواد الإصلاح، أعداد كبيرة من رواد الإصلاح في المغرب قالوا بأن العيب ليس في المستعمر، دائما نقول هو فعل وهو أحدث، العيب فينا نحن. ولاحظنا كيف أن علال الفاسي رحمه الله تعالى كمفكر من علماء القرويين كتب كتابه الشهير في النقد الذاتي. النقد الذاتي قال لنا كفى أننا نتهم المستعمر بأنه ظالم وبأنه نهب الخيرات وأنه أقصى العلوم الدينية. لا، المستعمر لن يضروكم إلا أذى، العيب فينا نحن. فلما كتب النقد الذاتي قال علينا أن ننتقد أنفسنا، أي نعم نحن لم نجتهد، نحن لم نواكب العصر، نحن بقينا على الفقه التقليدي، وفقهاؤنا الأجلاء في زمانهم اجتهدوا، ونحن نعيش على إبداعاتهم، وعلينا أن نبدع بأنفسنا بما يواكب العصر. وفعلا بدأ علماء أجلاء بدأوا ينبهون على التطوير وعلى التحديث، وقامت حركة ثقافية كبيرة لإنشاء وإعادة هذه العلوم. والواقع الآن ولله الحمد والمنة لاحظنا بأن في مغربنا العزيز هناك مدارس عتيقة كثيرة ومدارس للتعليم الأصيل متعددة، بل وجامعات ومعاهد عليا وأعداد كبيرة من المراكز كلها تجدد الدين. ولاحظنا بأن الدولة العلوية على وجه الخصوص منذ نشأتها دوما كانت سباقة للاهتمام بهذا الجانب، فكل إصلاح ديني إلا ويبدأ به السلطان في كل فترة زمنية، إلى أن جاء الراحل الحسن الثاني طيب الله تراه قام بمجهود كبير جدا لما وضع وأسس دار الحديث الحسنية، ولما أيضا أقام الجامعة الصيفية للصحوة الإسلامية، ولما تم إعداد عدة مدارس في الشريعة وفي اللغة العربية في قرويين بفاس وفي سلا وفي تطوان وفي مراكش وفي مناطق سوس كثير جدا، إلى أن جاء عهد محمد السادس حفظه الله ورعاه وتقدم خطوات إلى الأمام في الإصلاح الديني. اليوم واقع المدارس العتيقة والكتاتيب القرآنية تشهد نهضة جديدة تواكب أحدث التطورات. لقد لاحظنا بأن هناك مدارس صارت تزاحم كبار الجامعات العالمية، بدأت تدع علوم كثيرة، أول علم هو القرآن وعلومه، يعني مركز الثقافة الإسلامية هو القرآن، يبدأون بحفظ القرآن ثم يقرؤون علوم القرآن، يفهمون العلوم القرآن هي مفاتيح الآيات والسور، هي عبارة عن وسيلة إيضاح. ثم علوم التفسير، نفسر هذا القرآن الكريم. ثم القرآن مرتبط بالسنة، لا بد أن نفهم القرآن في ضوء السنة النبوية الشريفة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبين القرآن بكلامه وأقواله وأفعاله التي جمعها علماؤنا الأجلاء، فيهتمون بالحديث وبفقه الحديث وبعلوم الحديث، وبعد ذلك يهتمون بالعقيدة. العقيدة أساس، لأن العقيدة نستخرجها من أين؟ نستخرجها من القرآن ونستخرجها من السنة، نفهم من هو الله، معرفة الله ومعرفة الحاكم قبل الحكم، نعرف الحاكم أولا، معرفة الله تعالى، ثم معرفة كل ما يتعلق بالعقائد، البعث والنشور والملائكة والغيب والتاريخ القديم، تاريخ الأنبياء والمرسلين، ثم ما يتعلق بالدار الآخرة، كل عالم العقيدة، وخصوصا مبدأ القضاء والقدر اللي هو عنده ارتباط بالحياة، المصائب والنكبات التي تصيب الإنسان مرتبطة بالقضاء والقدر، كيف نفهمه. بعد ذلك وضعوا اهتمام بالفقه، لأن بعد أن نتعرف عن الحاكم لابد أن نتعرف عن الحكم اللي هو الفقه، الفقه يتم بالحكم والعقيدة بالحاكم. فلاحظنا بأن هناك غزارة في المدارس الفقهية، خصوصا الفقه المالكي فيه واحد التيسير، يعمل على ضوء المصلحة المرسلة ويعمل على ضوء سد الذرائع وفتح الذرائع
ويعمل على الاستحسان ويعمل على عمل أهل المدينة مجموعة قيم وسمات اجتهادية تجعله قريبا من نبض الحياة ومن نبض الواقع. ثم بعد ذلك يدرسون علم السلوك. علم السلوك ما يسمى الآن كلك يسمى علم التصوف، لأن المغرب معتمد على مذهبية خاصة، عقيدة الأشعري وفقه مالكي وطريقة الجنيد السالكي. لأن التصوف هو فيه أنواع، هناك تصوف الغلاة والفلاسفة هذاك منبود، ثم تصوف المبتدعة، المبتدعة أيضا هناك منبود، وتصوف الفلاسفة الذين يأتون بعقائد من الجهات الأخرى منبود. وإنما هو علم تصوف سلوكي أخلاقي مرتبط بالإحسان. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ظلت دائما هذه المدارس العتيقة عبر التاريخ وفية لله أولا، ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم، ثم لأئمة المسلمين وعامتهم، فهي صمام أمان. هذه المدارس لعبت دورا كبيرا في حماية البلاد وحماية العقيدة وحماية اللغة العربية، ومرت بظروف، مرة تكون مزدهرة مرة يقع لها فتور، ولكنها متمسكة وفيها رجال، والحمد لله كان يغدق عليها أهل الإحسان. هي استمرت في الغالب، الذي يغدق عليها هم أهل الإحسان، التجار والأعيان وأهل الخير، لأن ليستمر أهل القرآن. أما اليوم فيمكن أن نقول بكل أريحية بأن واقع مدارسنا العتيقة وتعليمنا الأصيل والتعليم الديني بالمغرب إنه يسير في طريق النجاح وفي طريق التطوير والمواكبة والانتشار. ولعل أبرز ما يفيد ذلك هي هذه المواسم التي نراها في شهر شوال. فهذه الأيام هناك عدة مواسم للمدارس العتيقة يتم الاحتفاء بالحفظة والحافظات وتكريمهم وإقامة الولائم والمأدوبات على شرفهم. المتميز هو أن السنوات الأخيرة لم يعد هذا التعليم خاص بالذكور، لأن في زمن كان خاصا فقط بالذكور. الآن رأينا الفقيهات، هناك ما يسمى بدار الفقيهة، عدة مدارس عندهم دار الفقيهة في الجبال في العالم القروي، وقد زرت بعضها سبحان الله، والله تنافس جامعة القرويين بعض هذه المدارس. تجد الفتاة في الصباح الباكر تبدأ بحفظ القرآن الكريم وإتقان علوم الشريعة ساعتين تقريبا، وبعد ذلك تدخل إلى المطبخ، ورش مطبخ تتعلم فيه فنون الطعام ونظام الغذائي والطب الغذائي والحمية الغذائية وجمالية الطبخ المغربي التقليدي والعصري، باش تكون هذه الفتاة حافظة القرآن الكريم وطباخة. ثم لما تخرج من هنا تدخل إلى ورش الإعلاميات تتعلم فيه الرقمنة، لأن لغة العصر، من لم يتعلم الرقمنة فهو كأنه أمي وجاهل. ثم تدخل إلى ورش اللغات فتتعلم العربية الصحيحة وتعلم لغة أجنبية إما فرنسية وإما إنجليزية، بل وجدت بعضهم يتعلمون الصينية باعتبارها أن الصين هي هو الاقتصاد القادم. ثم يدخلون إلى ورش آخر للفصالة والخياطة، كيف أن الفتاة تتعلم الفصالة والخياطة باش تكون العصرية والتقليدية باش تكون فنانة. ثم في المساء ورش للمسرح، لأن يعني الحياة مسرحية، الحياة هي عبارة عن مسرح كبير، فيتعلمون فنون الكلام وإلقاء الكلمات وتوجيه النصح والإرشاد، ويتعلمون كل التقنيات المتاحة في هذا الجانب. فهذا شيء عجيب وجميل، وإن شاء الله تعالى سوف نتحدث عنه بتفصيل حينما نستضيف بعض رجالات هؤلاء المهتمين بهذا التعليم الأصيل. سيكون لنا واحد إعجاب كبير بما وصلنا إليه، وهذا إن دل على شيء أننا الحمد لله في بلادنا العزيزة نسير في خطى ثابتة نحو الإصلاح ونحو التقدم ونحو المواكبة ونحو إحياء وانبعاث النور الإيماني في القلوب على الطريقة الصحيحة، الطريقة المغربية الصحيحة المرتبطة بالكتاب العزيز والسنة المطهرة وفق المقاصد العليا للشريعة. دين يجمع ولا يفرق، دين يبني ولا يهدم، دين يعتز بدينه ووطنه وأمته ولا يضعف ولا يخنع. نسأل الله تعالى أن يبارك في جهود
كل القائمين على هذا العمل المبارك الذي يتلج الصدر، حتى إذا ما قدر الله تعالى وانتقلنا إلى الدار الآخرة نكون مطمئنين بأن الأجيال القادمة بعدنا ستكون إن شاء الله أفضل منا، وستحمل المشعل، وسوف تواصل نشر الرسالة المحمدية السامية. أسأل الله تعالى أن يبارك في الجميع ويحفظ الجميع ببركة النبي الشفيع. قولوا معنا جميعا أمين آمين آمين يا رب يا كريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عدنا إليكم مستمعي الأفاضل وسعداء بهذا اللقاء المتجدد. نذكر بأن حلقتنا لهذا اليوم تتحدث عن واقع التعليم العتيق والتعليم الأصيل والكتاتيب القرآنية ببلادنا المغرب، خصوصا وأن شهر شوال يشهد الكثير من المواسم الاحتفالية التي فيها يتم تتويج الحافظين والحافظات لكتاب الله تعالى في مختلف مناطق المغرب. فمرحبا أيها الأحباب الكرام، نتحدث هذا الموضوع وسوف نتصل بأحد المهتمين بهذا الجانب. معنا السي حسن من إقليم تارودنت. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام أستاذ حسن، حياك الله سيدي حسن. حفظكم الله أستاذ، بارك الله فيك أستاذ، كل شيء بخير. نحمد الله تعالى ونشكره. الأحوال كل شيء مزيان ولله الحمد، بارك الله فيك. بارك الله فيكم أستاذ. سي حسن، الحمد لله هذه الأيام تقام مواسم كثيرة هنا وهنا وهناك. أنتم في إقليم تارودنت، ربما في منطقة تمسولت، كتقوموا أيضا بالاهتمام بهذه المواسم والعناية بكتاب الله عز وجل في شواهق الجبال في العالم القروي، كتجمع الناس ويحفظوا كلام الله تعالى، ويتم العناية بالنشء ذكورا وإناثا. هل حددتمونا عن هذه الجهود وعن واقع التعليم بهذه المناطق؟ مرحبا أستاذ. أولا كنشكروا الراديو نسيم، كنشكروا أستاذ دكتور طيب قريبان على اهتمامه ومواكبته للتعليم العتيق ككل في مملكتنا الشريفة، ثم نشكر جميع من يهتم بالتعليم العتيق وعلى رأسهم سيدنا الله ينصره الذي كان له الفضل الأكبر على الاهتمام والتقدم بالمدارس العتيقة إلى الأمام. كما شرتي أستاذ، احنا في منطقة تمسولت تابعة إداريا لجماعة تفروتن، قيادة تملكت عمالة وإقليم ودائرة تارودنت جهة سوسمسة، على استعداد لتنظيم والاحتفال بالملتقى الوطني والدولي السنوي لمؤسسة تمسولت العتيقة أولاد ودار الفقيهة بنات. المستوى الملتقى السنوي والوطني الدولي الذي تنظمه جمعية المساء الحميدة كل سنة، هذه السنة إن شاء الله سنحتفل مع جميع الزوار ومع جميع أبناء المدارس العتيقة الذين يزورون المؤسسة ويأتون لمشاركتنا هذا اللقاء البهيج، نعيش على وقع الاحتفال بالملتقى السادس. نعم، كما أشرت السيد الأستاذ، نحن على استعداد لنعيش هذه الأجواء الربانية، الأجواء الروحية، الأجواء الثقافية، الأجواء الاجتماعية الوطنية بامتياز. المدرسة قبل أن نحتفل باليوم الذي
خصص لهذا الملتقى الذي هو يومي 27 و 28 أبريل من هذه السنة تحت شعار وأوفوا بالعهد خدمة للدين والوطن. المدرسة تلامذتان وتلميذات وأطر تربوية إدارية مشرفون أعضاء جمعية المساعي الحميدة وأعضاء جمعية جوهر لإدارة مؤسسة تمثيل أولاد، كل هؤلاء كانوا على استعدادات قبل أيام، كان هناك استعداد فيما يخص الأنشطة، كان هناك استعداد فيما يخص المعارض الثقافية والمتعلقة بالمنتوجات المحلية، استعدادات على الطريقة على استقبال لجان لاستقبال الضيوف، لجان خاصة باستقبال، لجان خاصة باستقبال أماكن إيواء، لجان خاصة باستقبال في أماكن الإطعام والتغذية، لجان خاصة باستقبال في أماكن عرض الأنشطة وكلمات وتكريمات، كل هؤلاء موزعون على اللجان لأجل إنجاح هذا العرس القرآني الرباني الوطني الاجتماعي الذي نأمل من خلاله أن نكون على حسن ظن أمير المؤمنين الذي دائما ما فتئ يدعم مثل هذه الضرورة هذه التظاهرات، حيث حظيت هذه الدورة أيضا كسابقتها بالرعاية الثانية لمولانا أمير المؤمنين نصره الله وأيده. لوضع المستمع الكريم الأستاذ أمام الصورة، نعم نتعرف إلى هذا المدرسة العتيقة، يعني المدرسة يعني المقر ديالها سمعت بأنها توجد في أعالي الجبال، توجد في أماكن يعني منعزلة عن واقع الحياة. لماذا المؤسسون الأوائل شيدوا وبنوا هذه المدارس في مناطق يعني منعزلة ومسالك وعرة؟ لماذا لم تكن أمام الأسواق وعموم الناس؟ هل أرادوا بذلك أن يقع الاهتمام فقط بالقرآن والعلومه حتى لا يختلطوا بالناس؟ الأستاذ نعم، قد يكون هذا هو المقصود، وقد يكون من باب الصدفة أن القرآن الكريم عندما أنزل في الجبل، أعالي الجبل، في غار حراء أنزل، نعم. وهو بعيد عن المدن، بعيد عن صخب الحياة، المدن بعيد عن كل هذا. كذلك المدارس العتيقة مؤسسوها يتعمدون تأسيس المدارس العتيقة بعيدا عن ضوضاء المدن، عن كل ما يشغلهم عن حفظ القرآن وعن فهمه وعن تلاوته وعن عبادة الله. الجبال فيها سكينة، فيها راحة، فيها طمأنينة. لهذا غالبية المدارس العتيقة، مؤسسة تمثلت ودار الفقيها للبنات أيضا من هذا النوع، مدرستين في أعالي الجبال بعيدة عن المدينة تقريبا بخمسين كيلومترا عن مدينة تاردن. نعم، هذه المدارس العتيقة، ربما هذه الجمعية اللي ذكرتي الآن المسمات بالمساعي الحميدة، يعني داروا واحد المبادرة أنهم ضموا العنصر النسوي إلى مجال الكتاتيب القرآنية والتعليم العتيق، ورأينا بعض الفيديوهات في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بأنهم استطاعوا أن يجمعوا أعداد كبيرة جدا من الفتيات، واستطاعوا أنهم يضمنوا لهم الإقامة والإطعام واللباس الفاخر. يعني هذه المبادرة ما ممكن أن تقول عنها؟ نعم أستاذ، كان الفقيه الجليل شيخنا سيدي الحاج إبراهيم المشرف على مدرسة تمثلت أولاد كان يشغله أن يجد حلا لبنات المنطقة اللواتي ينقطعن عن الدراسة ولا يستمرن في إتمام دراستهن، فبفضل الله وجد هذا الحل وقاموا بتأسيس مؤسسة خاصة مستقلة بجميع مكوناتها، بإدارتها، بمسكنها، بمطعمها،
بأطورها بجميع ما يتعلق بها مستقلة عن 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 مدرسة تنسل أولاد، فأسسوها وعرفت إقبالا كبيرا جدا، حيث في بداية كل سنة يضطر المشرف على المؤسسة أن يعتذر لبعض من أراد أن يلتحق بالمؤسسة من الفتيات، حيث المؤسسة أنذا الفقيهات توفر للفتيات جميع المستلزمات، جميع ما تحتاجه والبنت لأجل أن تجد راحة وتجد طمأنينة وتجد سكينة، لأجل أن تتفرغ لحفظ القرآن، توفر لها المسكن لائق، توفر لها المأكل لائق والمشرب لائق والمصبانة لأجل تنظيف اللباس وجميع مستوصف طبي وغير ذلك، نعم. وغير ذلك جميع ما تحتاج إليه البين وجدته هنا، مما جعل جميع بنات، أقول ليس المنطقة فقط وإنما جميع بنات المملكة الشريفة يلتحقن بالمؤسسة. وهذه قدمت خدمة كبيرة للعالم القروي، خصوصا العالم القروي كيكون الفتيات منقطعات عن الدراسة ويبحثن عن مستقبلهن، فكيلقاو هذا الدار اللي مسمى الدار الفقيهة تستقطبهن وتتكفل بتكوينهن. لكن السؤال المطروح، السؤال هو أن بعض مشاهد الفيديو رأينا في بعض مواقع التواصل الاجتماعي أن الإقامة فخمة وأن العناية يعني جيدة جدا، والتساؤل التمويل، من أين يأتي التمويل لكل هذه الأعداد من الفتيان والفتيات وهم يقطنون في أعالي الجبال في مسالك وعراء؟ كيف يتوصلون بكل احتياجاتهم من طعام وشراب وألبسة وخدمات؟ يعني هذا نادر، لأن بعض الجهات أخرى تعاني من الفقر، تعاني من الحاجة، وتقول كيف تمكن أعضاء هذه الجمعية المسماة جمعية المساء الحميدة أن يوفروا كل هذه الخدمات؟ نعم أستاذ، مدرسة دار الفقيهة بالنسبة للفتيات وتنسل بالنسبة للذكور فعلا يتميزون بهذه الميزة، يعني إقامة فخمة، طعام في المتناول، جميع ما يحتاجون إليه موجود. لكن هي كغيرها من المدارس العتيقة، والمدارس العتيقة كلها دائما تأخذ تمويلا وعناية من المحسنين جزاهم الله عنا خير الجزاء، طبعا بإشراف من الجمعيات التي تسير المؤسسات، مثلا دار الفقيهات تسيرها جمعيات المساء الحميدة برئاسة السيد الحاج نصر أيت بنصر جزاه الله عنا خيرا. نعم، هذا الشخص ذكرته الحاج ناصر أيت نصر، الشاب في متقتبل العمر، ربما قد نال في ليلة القدر، هو الذي نال الجائزة للتعليم العتيق بمناطق سوس، الجائزة الأولى ربما أعتقد. نعم. من يد أمير المؤمنين صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه. نعم أستاذ، لتصحيح المعلومة هو جائزة ليس على جهة سوس، نعم. بل هي في المملكة الشريفة على صعيد المملكة الشريفة برمتها، نعم. الجائزة الأولى في التسيير. في التسيير، نعم. وهذا ليس أمرا غريبا أستاذ، لأن نعم. الجائزة إنما تدل على مدى خدمة وعناية الأستاذ الحاج نصر أبو نصر بالمدرسة واهتمامه بها وتسييره تسييرا يليق بتسيير تعليم العتيق، تسيير الذي وضعت ضوابطه وشروطه وقوانينه الوزارة الوصية على التعليم وهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مما جعله ينال هذه الجائزة، وهي إنما كانت له أو حملت له مزيدا من المسؤولية حتى يواصل من المواصلة والمتابعة بالمدرسة، لأنها تحتاج إلى مزيد من التطور والتقدم كغيرها من
المدارس العتيقة وكسابقتها وهي مدرسة الذكور التي يسيرها أيضا إنسان طيب يجتهد يواصل الليل بالنهار لتكون المدرسة مدرسة مستقرة مدرسة ناجحة، وهو الأستاذ الحاج المدني أيد بونصر بالنيابة عن أبيه جزاه الله والآخر كذلك بتسيير منه حيث كان رئيس لجمعية إدارة هذه المؤسسة وهي جمعية جوهرة لمؤسسة تمثل أولاد. نعم سيدي حسن، إذا سولناك والسادة المستمعين بغوا يعرفوا مثلا أشنا هي المواد التي تدرس داخل هذه المدارس العتيقة في العالم القروي في أعالي الجبال وشواهق الجبال حيث يتجمع أعداد كبيرة من الفتية والفتيات، ماذا يدرسون؟ ما هي أهم المواد التي يعتنون بها؟ أستاذ المدارس العتيقة بالمملكة ككل يعني لديها مقرر موحد. نعم. يعني لا تخص به مدرسة دون أخرى. الوزارة الوصية بعد تقنين التعليم العتيق قررت مجموعة من المواد التي تجعل الطالب أو طالبة التعليم العتيق ذات أو ذو مكانة علمية مرموقة عالية جدا، ومن بين هذه المواد علوم الشرعية، وإذا قلنا علوم الشرعية فيشمل لنا مجموعة من المواد من بينها مثلا تفسير القرآن، من بينها قراءة القرآن، من بينها يعني القراءات القرآنية، من بينها الحديث الشريف، من بينها علوم الحديث، من بينها الفقه، أصول الفقه، السيرة النبوية، العقيدة الأشعرية، كل هذا يدخل ضمن العلوم الشرعية. وهناك علوم عربية منها أيضا علوم اللغة العربية منها النحو والصرف البلاغة التعبير والإنشاء إلى غير ذلك من المواد الأخرى، إضافة إلى مواد أخرى وهي مواد ما يصطلح عليه في التعليم العتيق بمواد الثلثين وهي الفرنسية، الاجتماعيات، الإنجليزية، الإعلاميات. كل هذه المواد تدرس في التعليم العتيق، فلا تجد طالب التعليم العتيق أو طالبة التعليم العتيق إلا ويدرس في كل يوم أكثر من مادة. هذا ما يجعله يتمكن من جميع الفنون. نعم، الخريج بعد أن يستكمل السنوات الدراسية في المعاهد والتعليم العتيق، هذا الخريج يعني على مدى يكون متوفر؟ ما هي مؤهلاته؟ هل يكون فقط حافظ لكتاب الله تعالى أم يكون معه إلمام بعلوم الشريعة والفقه؟ وما نصيبه من علوم الحياة؟ لأنه سوف يخرج إلى الواقع ليبلغ الرسالة ويقوم بالإصلاح. ما هي أهم المؤهلات التي تجعله مخولا للقيام بهذه المهمة الكبيرة اللي هي الإقامة مهمة الاستخلاف وإعمار الأرض؟ طالب التعليم العتيق بعد أن تخرج من التعليم العتيق، نعم، لا يعني فقط طالب حافظ لكتاب الله فقط لا غير. نجد خريج التعليم العتيق نجدهم أساتذة في التعليم العمومي، أساتذة اللغة العربية، أساتذة التربية الإسلامية، ومن بين المدارس التي تخرج منها الأفواج كثيرة وعينوا أساتذة للغة العربية والتربية الإسلامية مدرسة تمثل العتيقة، ويعينون مرشدون أيضا، مرشدون دينيون ومرشدات دينيات. كذلك نجد خريج التعليم العتيق أستاذ جامعي إما في القانون وإما في الشريعة والقانون وإما في الدراسة الإسلامية وإما في اللغة العربية. وجدنا كذلك خريج التعليم العتيق عدول بالمملكة، وجدناهم أيضا أئمة خارج المملكة، وجدناهم إداريون في الإدارات المملكة. إذن خريج التعليم العتيق لكونه يدرس مجموعة من المواد يخول له ذلك
أن يعين إما في هذا المجال وإما في مجال آخر يعني في عدة مجالات. الحمد لله هذه مبشرات ديال الخير. وإذا قدر الله وانقطع عن الدراسة، هل ينقطع بعضهم عن الدراسة لظروف خاصة أو صعبة؟ أستاذ بالنسبة للانقطاع عن الدراسة هذا معروف في جميع القطاعات. نعم. أن تكون هناك أسباب انقطاع الطالب عن الدراسة قد تكون فينقطع عن الدراسة، لكن ما تتميز به المدارس العتيقة أننا نجد من انقطع عن الدراسة في التعليم العام مثلا فلا يجد ملجأه إلا أن يلتحق بالتعليم العتيق، وخير دليل كان عندنا في مؤسسة تمثل فيما يخص الأولاد وكذلك فيما يخص البنات. قليلا ما تجد الطالب في التعليم العتيق ينقطع عن الدراسة إلا إذا كانت هناك أسباب قاهرة جدا مثل مرض، حتى إذا كان هناك مرض لا يتناسب معه مع منطقة معينة فتجده ينتقل إلى مدرسة أخرى في منطقة معينة أيضا. وكنلاحظوا كذلك من بين الاهتمامات ديال المسؤولين على القطاع التعليم العتيق أنهم صاروا يعدون مسائل للترفيه، كنلقاو مثلا هناك ملاعب لكرة القدم داخل مؤسسة التعليم العتيق، كنلقاو أوراش ديال المسرح وتعليم العمل المسرحي والفني والتفتح الفني. يعني لو حدثتنا عن هذه الأشياء المكملة، هي ما عندها علاقة بالتعليم العتيق ولكن عندها علاقة بالحياة، كيف أن نعم التلميذ والتلميذة يستفيد من 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 الأمور الترفيهية. إنما قبل كنا كنسمعوا من الكتاتيب القرآنية والتعليم العتيق كان شبه منغلق وكان في واحد الشدة واحد الخشونة في التعليم. اليوم كنلقاو واحد الانفتاح، كاين ملاعب كرة قدم، كاين ملاعب رياضات مختلفات، كاين أوراش فنية، كاين مسرح والتفتح الثقافي وغير ذلك. نعم أستاذ، كان هذا فهما خاطئا للمدرسة العتيقة. المدرسة العتيقة لا تهتم بالتربية الروحية فقط، تهتم بالجانب الثقافي، تهتم بالجانب الوطني، بالجانب الاجتماعي، ومن بين الجوانب كما قلنا وكما أشرت جانب الثقافي حيث تهتم بتنظيم أنشطة في مختلف الثقافات في المسرح، حيث يمكن أن نستدل بأن مثلا مؤسسة تمثل أولاد كانت قد شاركت في الموسم السنوي للمدارس العتيقة الذي يعقد في مدينة تارودانت بتنظيم من مؤسسة المدارس العتيقة، شاركت في 2016 وعرضت مجموعة من المسرحيات، مسرحيات هادفة دينية ثقافية اجتماعية وطنية، كل الناس يهتموا بها ولاحظوا أن التعليم العتيق ليس كما يسمعون عنه. الذين يسمعون عن التعليم العتيق تعليم منغلق، تعليم فيه عنف، فيه كذا فيه كذا، فمن خلال ما يعيشونه وما يرونه فتمكنوا من معرفة التعليم العتيق حق المعرفة. كذلك أيضا داخل مؤسسة تمثل هناك أولاد، هناك جمعية جوهرة تهتم ب وأنشأت وقامت ببناء صالة رياضية خاصة بالذكور، صالة رياضية خاصة بالذكور بمعنى تهتم بهذا الجانب أيضا، حيث كذلك تشرف على تنظيم دوريات في كرة القدم، في مسابقات ثقافية على غرار مؤسسة ظل فقيها التي أيضا لها صالة خاصة بالرياضة للبنات. وهذا كله إن دل على شيء فإنما يدل على أن المدارس العتيقة لا تهتم فقط بما ذكرناه وإنما تهتم بهذا الجانب، الجانب الثقافي والجانب كما قلت الجانب المسرحي. نجد أن أغلب المسابقات وأغلب الأنشطة التي تقام داخل المدرسة سنجد فيها أنشطة، فيها مسرحيات، فيها سكيتشات،
فيها مسابقات فيها تكوينات لهذا الجانب. هذا يدخل في التفتح الثقافي والفني للطالب وللتلميذ. إذا قلنا سيدي حسن الحفل الديني أو الموسم أو المهرجان الكبير التي سوف تنظموه غادي يكون إن شاء الله تعالى غدا وبعد غد يعني 27 و28 أبريل من الشهر السبت والأحد إن شاء الله، يعني ما المرتقب أن يقع؟ من هم الضيوف اللي غادي يجوا حضروا في هذا الملتقى؟ يعني كيفاش غادي يكون هذا المشهد؟ نعم أستاذ، فعلا نحن الآن على استعداد لتنظيم اللقاء أو الملتقى الوطني والدولي السنوي لتمثل تحت الشعار وأوفوا بالعهد خدمة للدين والوطن، وذلك يومي 27 و 28 أبريل من سنة 2024. قلت الملتقى في دورته السادسة، مكونات المؤسسة مؤسسة التنسيق وظل فقيها على قدم وساق لأجل أن ينظم هذا الملتقى الذي حظي كما أشرت سابقا كسابقته من الملتقيات بالرعاية الثانية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. نحن على استعداد، سأشير إلى برنامج هذا الملتقى أستاذ غدا إن شاء الله الذي هو يوم 26 أبريل، سيتم استقبال الضيوف والمدعوين والمشاركين من داخل الوطن وخارج الوطن في مدينة تاردنت، لأنني أشير بين قوسين أن الملتقى يعرف حضور ضيوف داخل المملكة الشريفة وضيوف خارج المملكة الشريفة. صار له إشعاع دولي وطني ودولي، لهذا سمي بالملتقى الوطني والدولي. نعم. فيتناولون هناك وجبة غداء على شرف ضيوف والمدعوين، ثم بعد ذلك ستكون هناك انطلاقة للضيوف والمدعوين وخريج المؤسسة وجميع المشاركين وزوار المدرسة نحو مدرسة تنسلت ودار الفقيهة. انطلاق الموكب، يعني الموكب يكون كبير وضخم ويسير لساعات عبر الجبال مسالك وعرة، يصعد إلى أعالي الجبال موكب كبير، ضيوف الذين أتوا من داخل المغرب وخارج المغرب كلهم يستمتعون بمناظر طبيعية خلابة، وهم يصعدون عشرات الكيلومترات عبر مسالك وعرة في أعالي الجبال حتى يصلوا إلى القمة ديال الجبل حيث هناك المدرسة، وهنالك ربما يلتقون مع الخيول حسب ما يكون الخيول في الاستقبال. نعم، هكذا كانت طبيعة الدورات السابقة أستاذ. نعم. فيلتقون مع الخيول واستقبال ينسيهم عناء الطريق. نعم. وعناء الطريق والجبال الوعرة، ويستمتعون باستقبال طلبة المدرسة وطالبة دار الفقيهة صغيرهم وكبيرهم. الاستقبال يكون بالأناشيد الإسلامية وبالأهازيج الأمازيغية الربانية والعربية. هذا يدل على مدى فرحة هؤلاء الطلبة وهؤلاء الطالبات بالضيوف، وهذا أيضا أستاذ يدل على مدى قيام المدارس العتيقة بتربية التلاميذ والتلميذات على حب الخير للغير. المدرسة العتيقة كما أشرنا لا تحفظ القرآن فقط، تحفظ أشياء أخرى، تنمي فيه قدرات أخرى، تريه كيف ينظم تظاهرات، تريه كيف يستقبل الوافد، كيف يتعامل مع من هو أعلى منه، كيف يتعامل مع من هو أكبر منه، كيف يتعامل مع الضيف. يعني هذه أيضا دراسة، تربية وإرشاد، يعني الاستقبال بالحفاوة وبالإنشاد وبالترانيم وبالقرآن الكريم وبالمظهر الجميل. يعني كتلاحظ بأن الألبسة ديال المئات ديال الطلبة والطالبات أشكال وألوان، يعني ألوان الفتيات لابسين اللون الوردي والأبيض، والأطفال يلبسون اللباد الأبيض والأخضر، لون الجنة لون الأرض لون الخضرة،
وهم بالمئات يترنمون وحافظين وحافظات. هذا مشهد مشهد فعلا يثير الإعجاب. نعم أستاذ، هذا أيضا مما تتميز به المدرسة التمثيل الأولاد ودار الفقيه بنات بمحاولة إيجاد وتوفير ألبسة موحدة لتلاميذ ذكور بدعم من جمعية الجوهرة برئاسة الأستاذ مدني آيت بو ناصر، وبنات برئاسة الأستاذ نصر آيت بو ناصر، فيحاولون دائما أن يوحدوا لباسا لكل من البنات والذكور لأجل ترسيخ تربية الكرم والإنفاق والجود في على قلوب أو على عقول التلاميذ والتلميذات. نعم، أخبروني بأن يكون هناك ضيوف كثر من داخل الوطن وخارج الوطن بالعشرات بل بالمئات، وربما غيكونوا ربما بعض السادة الوزراء من أعضاء الحكومة سيحضرون. أستاذ، فيما يخص الضيوف، الضيوف دائما نجد مجموعة كبيرة أو عدد كبير من الضيوف داخل أرض الوطن وخارجه يزورون المؤسسة ويحضرون اللقاء، وكل من زار اللقاء كلما كان مستعدا وله رغبة في أن يحضر اللقاء أو الملتقى الآتي. لهذا سنجد كلما انتقلنا من سنة إلى سنة أخرى سنجد أعداد الضيوف تتزايد أكثر وأكثر. فيما يخص الوفد الرسمي، هناك أخبار قد يكون هناك زيارات رسمية والوفود رسمية، المدرسة والجمعيتين تستعدان لكل زائر وكل وافد. نعم نعم، إذا إن شاء الله تعالى غنكونوا سعداء أيضا باش نحضروا في هذا الملتقى الجميل السبت والأحد في منطقة تمسلت بجنوب المغرب بتارودانت. وهكذا هي الكثير من المهرجانات والملتقيات التي ستعقد بالمملكة الشريفة خلال شهر شوال. هناك برنامج مكثف توصلت بأعداد كبيرة من الجمعيات والهيئات والمدارس تتنافس في هذا الخير، وهذا إن أعطانا كان في إشارة بأن المغرب بلد القرآن بامتياز. سيدي حسن، كنشكرك على 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 هذه الإيضاحات وعلى هذه البيانات، وبغيناك يعني في دقيقة واحد دعوة ديال الخير نختموا بها إن شاء الله هذه المحاورة. نعم أستاذ مرحبا. للإشارة قبل أستاذ، كما قلنا الملتقى سينظم يومي السبت والأحد 27 27 خاص بالمدعوين والخريجين والضيوف الكرام، بينما اليوم 28 يوم الأحد فهو عام لجميع من كانت له رغبة في زيارة وحضور هذا الملتقى الرباني الروحي الديني الاجتماعي الوطني. بارك الله فيك. نختمو دعوة ديال الخير صالح. نعم. أولا للراعي الأول للمدارس العتيقة وللأنشطة الدينية والوطنية والثقافية أمير المؤمنين، ندعو له بالنصر والحفظ والنجاة والنصرة في جميع حركاته وسكناته، نصره الله وأيده وحفظه بما حفظ به الذكر الحكيم، وأسرته وشقيقه وشعبه وبلده، آمين يا أرحم الراحمين. اللهم آمين يا رب. نتمنى ونرجو من الله تعالى أن يوفقنا لأداء ما يطلبه منا الله تعالى، وما يطلبه من أمير المؤمنين نصره الله وأيده. اللهم حفظكم الله ورعاكم أستاذ وسدد خطاكم وحفظ كل من يسعى ويكون بجانب القرآن الكريم ويكون مساندا لطلبة القرآن الكريم، وكل جميع المحسنين الذين يهتمون بالمدارس العتيقة بارك الله في جهودهم، بارك لهم في أموالهم،
وبارك لهم في صحتهم يا رب وفي سعيهم يا أرحم الراحمين. كل من يريد خيرا لهذا البلد حفظه الله ورعاه وأتم له كل ما يتمنى، وكل من أراد له سوءا رد الله سوءه في نحره. آمين يا أرحم الراحمين. آمين يا رب. أمين. شكرا لك سي حسان، وتحية كبيرة لأهل ثرودنت، وبارك الله في جهود كل من يخدم كتاب الله تعالى في كل أقاليم المملكة المغربية الشريفة، وفي كل بقاع الوطن العربي، وفي كل مناطق العالم الإسلامي، وفي كل شبر من الكوكب الأرضي. نسأل الله تعالى أن يبارك في الجميع، ويختم لنا بالحسنى بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.